بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان عمل تقويم في الأكسس أو استدعاء تقويم الشهر في قواعد البيانات داتابيز الأكسس التابع لحزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبي. إن شاء الله هنعمل التقويم، نستدعي التقويم بتاع نتيجة بتاعة الشهر الكالندر دي بضغط الزر في الاكسس. ده اللي هنعمله في الفيديو الحالي. اشترك في القناة وضغط على زر التنبيهات وشارك الفيديوهات دعما لنا ونشرا للفائدة. يلا بينا. طبعا في فيديو سابق قمنا بعمل تقويم في الوورد. في الفيديو ده ازاي نعمل تقويم لشهر معين في الوورد، يعني تقويم مخصص احنا اللي عاملينه ومش جاهز يعني. وايضا في فيديو اخر قمنا بعمل التقويم ده في الباوربوينت، ايوه في الفيديو ده، انصح بمشاهدة الفيديوهات. كمان بعد كده قمنا بعمل ان التقويم اللي في الوورد ده بما فيه من تيبلز وتكست بوكس مربعات نصوص وايضا اشكال وصور وكلام، ده حولناه كله لصوره في الفيديو ده. قمنا بتحويل مستند الوورد لصوره جي بي جي، والنهارده هنستخدم الصوره دي في نماذج الاكسس اننا نعمل فيها، نعمل كده ايه، استدعاء لتقويم بتاع الشهر. تعال نعدل كلمه البحث دي نخليها استدعاء تقويم شهر يونيو 2020 ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. هروح على عرض التصميم، هنا طبعا من كلمة بحث دي هحددها كده واكتب استدعاء او عرض تقويم شهر يونيو 2020 بس كده. نروح نصمم الفورم اللي المفروض اننا هنعرض فيه الصورة او التقويم بتاع شهر يونيو. هنا اروح على انشاء كرييت ونموذج فارغ، ونموذج الفارغ ده هسميه التقويم مثلا، من هنا سيف ونسميه التقويم. وبعد كده بعدين هروح اضغط دبل كليك على النقطة دي عشان احصل على الخصائص، او اضغط عليها من هنا ورقة الخصائص، وغير ذلك هخليه منبثق ومشروط كمان من البيانات، من تنسيق محددات السجلات لا، أزرار التنقل لا، مربع أشرطة التمرير لا هذا ولا ذاك، مربع عنصر التحكم لا، زر الإغلاق لا، كل ده تصغير وتكبير لا. نروح على نوع الصورة، هنا في صورة، أضغط على لو في صور في قاعدة البيانات عندك هتكون موجودة هنا في السهم ده، مفيش فهضغط على الثلاث نقاط دول يتم استدعاء النافذه اللي انا المفروض هستدعي منها الصور. فهروح على الديسكتوب، انا عارف الصوره بتاعتي، انا مسميها 2 2 2، هنا كده اكتب 2 كده ماشي. فهيتم استدعاء الصور اللي بالاسم ده اللي هي دي، اختارها او احددها لو انت عارف مكانها، موافق. دي الصوره اللي معايا، وضع حجم الرسم دي مكتوب هنا قطع، نخليها تمدد ستريتش. ماشي، عشان تاخد الوضع الطبيعي للفورم ده. نعمل اغلاق حفظ، وتعال نشوف كده الفورم ده شكله ايه. كده ده فيه التقويم بتاع يونيو، وده التقويم، وده الصورة اللي عندي ماشي. هعمل بس زر هنا اللي هو عودة طريقة عرض التصميم، هعمل زر يبقى من تنسيق تصميم، زر هنا كده نسميه عودة. الكود بتاعه بسيط خالص، هروح على حدث عند النقر، اضغط الثلاث نقاط، منشئ الماكرو اللي احنا شغالين عليه، موافق. هفتح فورم واعمل اغلاق لفورم. نفتح الاول فورم، يبقى اوبن فورم. الفورم اسمه سيرش، تمام.
وهنعمل اغلاق close window، والويندو دي نوعها form. اللي هو نموذج واسمه التقويم. خلاص، حفظ واغلاق. كمان عاوز نفس الكود ده بس هعكسه هناك في فورم سيرش، عند الضغط على استدعاء تقويم شهر يونيو عند النقر اضغط على الثلاث نقاط منشئ الماكرو موافق. نفس الفورم بالظبط، بس انا هنا هعمل اوبن للفورم اللي اسمه التقويم، وكلوز للويندو، كلوز ويندو اللي هي نوعها الويندو دي نوعها فورم واسمها سيرش، اسمها سيرش. ايوه كده، حفظ اغلاق. نحفظ كل شيء، حفظ اغلاق، حفظ اغلاق. يا ريت نعمل ضغط واصلاح من ادوات قاعده البيانات، ضغط قاعده البيانات واصلاحها، يتم اغلاقها واصلاحها. طبعا هنا لو ضغطنا على استدعاء تقويم شهر يونيو يتم استدعاء تقويم شهر يونيو. ماشي، لو ضغطت على عوده يتم، لم يتم اي شيء. ليه؟ اكيد احنا كاتبين الكود ده غلط، في شيء غلط. تعال نروح لوضع التصميم نشوف ايه الخطأ اللي عندنا. عوده، مفيش ماكرو هنا، احنا ما عملناش حفظ. يا نهار ابيض، نروح على عند النقر منشئ الماكرو، ما حفظش. نعمل الماكرو بتاعنا تاني. لو في ماكرو بيكون مكتوب طبعا open form، الفورم اللي اسمه سيرش، تمام، وكلوز ويندو، الويندو التيب بتاعها نموذج واسمها التقويم، حفظ، حفظ اغلاق. لو رحت هنا بص مكتوب هنا اهو، مكتوب ماكرو، تمام. نحفظ ونعمل عرض. لو ضغطنا على عودة، تمام، راح للشاشة الرئيسية. لو ضغطنا على استدعاء تقويم شهر يونيو دخل على تقويم شهر يونيو مرة تانية. ماشي، وبكده طبعا الفكرة ديت ممكن نستخدمها في اكتر من، يعني ممكن حضرتك توظفها زي ما انت عاوز. لو عندك مثلا بيانات معينة، ارقام هامة لبعض السفارات، بعض المصانع، بعض مش عارف ايه الهيئات كده يعني، وعاوز تحتفظ بيها كده بحيث ان انت في اي يعني وقت تعمل استدعاء للبيانات دي تشوف ايه اللي انت عاوزه وبعد كده تعمل اغلاق. هي دي الفكرة ببساطة. يعني حاولنا قدر الامكان تبسيط المعلومة، حاولنا عرض المعلومة بطريقة يعني مباشرة. لا تبخل علينا بمشاركة الفيديوهات، لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. لو عندك استفسار اكتبه في التعليقات، لايك وكومنت، وانتظرنا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، شكرا لمشاهدتكم الطيبة، والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.